ضيوفك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده لك لكل جمهور النادي الاهلي فقد نقطتين النهارده خلال مباراه طلائع الجيش وافتتاحيه بطوله الدوري العام. لكن خليني اقول لك ان معايا في هذه اللحظات كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق طلائع الجيش. كابتن احمد سامي طبعا ببارك لك على النقطه النهارده امام النادي الاهلي، لكن عايز اخد تقييمك لاداء فريقك النهارده. الحمد لله انا من نواحي كنت بطمع، ومن نواحي تكتيكيه كنت عايز اجيب جون في النادي الاهلي الاول، على اساس برضو نادي الاهلي ما لما بجيب في جون اول بتستريح اللعيبه نفسيا شويه، يعني ما بقاش متوترين لغايه اخر دقيقه. طبعا الحمد لله كان في طريقه متوازنه شويه، ما كنتش بلعب بطريقه دفاعيه، وانا في نفس الوقت النتيجه دي بالنسبه لي ايجابيه مرضيه، يعني انا كنت بطمع ان انا اكسب، بس الحمد لله لما التعادل نقطه كويسه من فرقه زي نادي الاهلي، فرقه كبيره جدا. يعني رؤيتك قبل بدايه المباراه، انتوا عندكم يمكن صفقات كتير جدا قدرتوا تتعاقدوا معاها السنه دي، ازاي قدرت تعمل التوليفه دي من لاعبي فريق طلائع الجيش وادوا النهارده يمكن اداء جيد جدا امام النادي الاهلي؟ هو انا كان حته السنه اللي فاتت كنت طالب مواصفات معينه في اللعيبه، مش لعيبه وخلاص، كنت محتاج من اللعيبه اللي هي عندها كواليتي باص احسن، عندها سرعات، فالحمد لله يعني نفذنا على قد ما قدرت، يعني اللعيبه على قد ما قدرت انا جت اللي انا طلبتها. يعني شايف ان انت كسبت نقطة النهاردة من النادي الاهلي ولا كنت طمعان في اكتر من كده بصراحة؟ طبعا الطمع كويس في الكورة، يعني الطمع كنت كسبان لغاية الشوط الثاني والاهلي اللي اتعادل، فطبيعي جدا الحمد لله يعني على البونت برضه بتاخده من فرقة كبيرة جدا، بطل الدوري وبطل الكاس وفرقة جاهزة، فيعني كويس قوي يعني الحمد لله. بداية تعتبر مميزة بالنسبة لكم النهاردة التعادل أمام النادي الأهلي، طموحكم واصل لحد فين في بطولة الدوري السنة دي؟ لا هو الطموح بالتدريج، أنا ما بحبش أقول طموحي إيه على طول، أشوف بس ناخد خطوة خطوة كده وإن شاء الله يبقى أحسن يعني. شكرا كابتن. شكرا متشكرا. ده كان لقاءنا مع كابتن أحمد سامي مدير الفني لفريق طلائع الجيش، في انتظار المزيد من اللقاءات. عودة ليك يا كابتن. شكرا.